طيب الحين خلونا نتعرف على النشاط الرياضي اللي اخترته العنود اللي هي مو موجوده معنا اليوم لكن حنشوفها عبر التقرير اللي ساعدها على مواجهه ضغط الايام هذه. واخيرا بعد يوم طويل في الشغل مره اتحمس على اليوغا اللي هو برا في الجو الحلو اللي في دبي، بس دائما احب اجهز الشاي حقي في الترموس، وطبعا دائما اختار الفروت تي اللي من باجا لانه فيها كل الانتي اوكسيدنت اللي احتاجها خاصه في هذا الوقت. هستنى عليه شوي كذا 5 دقائق وبعدين املي الترموس حقي. معروف أن ممارسة الرياضة بتساعد كثير على خفض ضغط الدم بالإضافة للحد بشكل كبير من التوتر والقلق وحتى تحسين الذاكرة.